أول step حنبلش فيها هي الفاونديشن. نبلش باي دابينج. ليك عم تمسح لي اياه بطريقه كثير غلط؟ هي بتحط الابلكيشن بنفس الطريقه تاني. بس ليك عم تمسحها مسح مع هو المفروض طبطبه. من بعد ما خلصنا فاونديشن حنعمل شوية كونتورينج، ما كتير حنكتر. 1 2 3 and 4. بعدين حنستعمل البيوتي بلندر. بجد استخدمت الكونتور نفس الكونتور ستيك، بس المرة دي ما حطيت لهاش كتير. دايماً بنمده كرمال ما يبين محل واحد. بيرفكت. من بعدها حنستعمل كونسيلر فاتح. من بعدها حنستعمل سيتنج باودر. من بعدها حنبلش بالآي شادو. طفي التلفزيون، احنا نيجي نتكلم على الآي شادو يطفي التلفزيون. مش عايزنا نشوف. ها خلونا متحمسين اكثر. انا استنى. الاكيد انه حتستني يا ياسمين، لانه هيدي قوانين البرنامج، ومن هاللحظه لازم تنطروا للاعلان النهائي قدام المرايه، مثلكم مثل المراي يلي هي كمان ما عم تعرف شو عم تحضر لها ليان، والنتيجه النهائيه بنعرفها بعد شوي. لحظة مننطرها بكل حلقة، لحظة دخول المشتركة للاستوديو من جديد لنشوف الفول ريستايلينج ونعرف إذا رح تعطي ميري العلامة الكاملة لليان أو لا. خلونا نتابع هاللحظات ونعرف القرار النهائي. واو فيك تتفضلي بليز. لا ميري واو حبيتي كثير. ميك اب حلو الشحر. كثير حلوه. او ماي جاد ليان برافو عليكي، ميك اب بعقد. توريها نفسها. يلا يلا عايزة أشوف رياكشن. دورك أنت. So excited لحتى أشوف. أوكي تعالى حد شوي هيك. إحنا عند 1 2 3 ونبرم على المراية. أوكي 1 2 3. No way. So nice.